مرحبا، اليوم بهاملتون ماونتن، منطقة الجبل في هاملتون. عندي اوبن هاوس، هذا البيت اللي وراي معروض للبيع. طبعا هذا البيت معروض بقيمة 2,100,000. المنطقة راقية جدا. البيت اللي وراي هذا هو بيت جديد عمره سنة واحدة وبعد اندر وارنتي، بيلت باي زينا هومز. خلينا ندخل جوا نشوف البيت. البيت مواصفات حديثة، 9-foot ceilings، هنا حمام وكلازت، دخل الجراج. كمل، عندنا هنا صالة، فاير بليس، كاليفورنيا شاترز، مطبخ كبير، طعام. وهنا عندنا اوفيس او ممكن حتى تصير بيدروم كبيرة. المطبخ كاستم كيتشن، حديقة كبيرة برا مثل ما تشوفون. نصعد فوق، beautiful staircase. فوق عندنا هنا ممكن هاي الأريا تصير أوفيس. The house is very bright مثل ما تشوفون، الشمس من كل مكان. هنا حمام، هذه أول غرفة، غرفة كبار. هاي الغرفة بيها حمام أيضا، walk-in closet. بعدين عندنا laundry، غرفة الثانية، غرفة كبيرة. والغرفة الثالثة أيضا. نجي على الماستر بيدروم، walk-in closet، كبيرة الماستر بيدروم، شباك كبير وحمام، شاور، تاب. هاي الفيو من الماستر بيدروم، beautiful view. شفتوا أصدقائي، هاي الجولة بهذا البيت، وإن شاء الله عجبكم. إذا مهتمين ممكن تتواصلون معي بشكل مباشر، إن شاء الله أساعدكم بكل تفاصيل البيع والشراء من الألف إلى الياء. أهلا وسهلا بكم وتحياتي للجميع.